الدين مثلما هو حل هو مشكله وفي واقع الحياه الدنيويه الدين يمثل مشكله كبيره جدا لماذا هل المشكله في الدين نفسه الجواب كلا المشكله ليست في الدين الصحيح نفسه المشكله في الاديان البديله في الدين المزيف في الاديان المصطنعه والتي يعتقد الناس من انها هي هذه الاديان الصحيحه المشكله هنا والمشكله الاخرى علاقه الناس بالدين حتى لو كان الدين صحيحا مع اننا لا نمتلك دينا صحيحا الاديان الموجوده على وجه الارض اديان مزوره لا اتحدث عن الاديان الارضيه الاديان الارضيه اساسا انشاها الناس انشاها البشر لا علاقه لنا بها الاديان التي توصف بانها سماويه اتحدث عن اديان الانبياء ديانات النبوات ديانات انبياء السماء ديانات محرفه مزوره حرفوها امم الانبياء حرفت الاديان قطعا بيد رجال الدين المحرفون الحقيقيون للاديان هم رجال الدين وهذا التحريف مستمر ليس له من توقف رجال الدين في كل الديانات يشتغلون ليل نهار في تحريف الدين في كل الديانات من دون استثناء لكننا نحن الذين نقول اننا شيعه نتحدث عن مشكلتنا. عن مشكلتنا في الواقع الشيعي الديني بشكل سريع اشير الى انواع علاقه الناس بالدين وهذا ليس موجودا في واقعنا الشيعي فقط لكنني اوجه نظري الى واقعنا الشيعي. اولا هناك اناس يحاربون الدين لن اقف طويلا عند هذه العناوين انما اذكركم فقط اولا هناك اناس يحاربون الدين وكثيرونهم في هذا العالم يحاربون الدين الذي هم يعيشون في اجوائه هناك اناس يحاربون الدين. يحاربونه فكريا، اقتصاديا، عسكريا، بكل هذه الوسائل والاساليب هناك اناس يحاربون الدين. ثانيا، هناك اناس لا يعبؤون بالدين. هناك اناس يجعلون الدين وسيلة لتحصيل الدنيا وهذا ما يفعله رجال الدين رجال الدين رجال السياسة خصوصا الذين يدعون انهم متدينون يوظفون الدين لتحقيق مصالح الدنيا وكثير من اصحاب رؤوس الاموال ايضا إذن هناك أناس يحاربون الدين. هناك أناس لا يعبؤون بالدين. هناك أناس يوظفون الدين لأجل الدنيا. هناك أناس يجدون الدين شيئا من أشياء الحياة. وأشياء الحياة في بعض الأحيان تكون مربحه وفي بعض الاحيان تكون مخسره فهم يتعاملون مع الدين على اساس الربح والخساره لان الدين شيء من اشياء الحياه خامسا هناك من يتعاملون مع الدين على انه امر موروث انه تراث وامر واقع ولذا يتحول الى عاده ويصبح الدفاع عن بمثابه الدفاع عن الروابط والعلاقات الاسريه والبيئيه والمجتمعيه الدين تراث شيء موروث وامر واقع في حياتنا ولذا تختلف الاجيال هنا هذا فكر الاجيال القديمه اما فكر الاجيال الجديده فانهم لا يعبؤون بالدين سادسا هناك من يتعامل مع الدين كالاعراف المجتمعيه والاعراف العشائريه والقبليه وكثيرون هؤلاء في البلاد العربيه خصوصا من كبار السن هناك من يتعامل مع الدين على انه شيء رسمي ولذا فان دينه هو الدين الرسمي بحسب البروتوكولات الرسميه وبحسب الرموز الرسميه التي تصدرها المؤسسه الدينيه الرسميه اكانت تابعة للحكومة ام كانت تابعة لمجموعة من الناس فالدين هو الدين الرسمي بغض النظر هل هو على حق هل هو على باطل وهذا هو الذي عليه رجال الدين السنة في الاعم الاغلب وهناك من يتعامل مع الدين بحسب قناعاته الشخصيه فما يقتنع به انه جزء من الدين يصبح جزءا من الدين بالنسبه له وما لا يقتنع به بانه ليس مهما او انه ليس جزءا من الدين فيصبح حينئذ ليس جزءا من الدين وكثيرون من مثل هؤلاء فهم قد يلتزمون بالصلاة والصيام ولكنهم لا يلتزمون بالاحكام الاخرى واذا ما بحثت عن قناعاتهم فانها تنشا من تربيه مجتمعيه او من انها تعتمد على معلومات بسيطه جدا بالنتيجه هناك من يجعل الدين رهينه لقناعاته الشخصيه نذهب الى فاصل تاسعا هناك من يتعامل مع الدين وكانه حزب من الاحزاب الاحزاب قد تكون سياسيه قد تكون اجتماعيه قد تكون وقد تكون التنظيمات الاسلامية في الاجواء السنية او الشيعية تتعامل مع الدين وكانه تنظيم حزبي ولذا بمرور الايام يتحول تنظيمهم الحزبي الى بديل عن الدين وقلت لكم ليس بالضروره ان يكون التنظيم سياسيا المرجعيه الشيعيه هي الاخرى نوع من انواع التنظيم العمل لاجل المرجعيه يتحول الى دين فيصبح عمل المرجعيه دينا بديلا عن دين العتره الطاهره ولذا يصبح المرجع الديني بديلا عن امام زماننا هذا هو الواقع الموجود فدين النجف وكربلاء هناك من عنده تنظيم سياسي وجعل التنظيم السياسي بديلا عن الدين وهناك من هو متورط في الشأن المرجعي فجعل منظومة المرجعية بديلا عن الدين عاشرا وهذا شأن الديخيين الديخيون دينهم يجعلونه وسيلة لتحقيق دنيا الاخرين هم لا يحصلون شيئا من دينهم وانما يجعلون دينهم وسيله لتحقيق دنيا الاخرين هؤلاء الذين يقضون حياتهم في خدمه مراجع النجف وكربلاء على اختلاف مستويات الخدمه ويجعلون انفسهم ودينهم رهينه عند هؤلاء وبسبب هؤلاء يعلو شأن المرجعية، وبسبب هؤلاء تكثر أموال المرجعية، وبسبب هؤلاء تتسع سلطة المرجعية في النجف وكربلاء، وهؤلاء الديخيون لا ينتفعون لا لدينهم ولا لدنياهم، الذين ينتفعون من المراجع هم الذين يعرفون حقيقة المراجع ذول اللوقية العظامة اللقامة هذه المجموعات الحبربش ذولا السرسرية يعرفون حقيقة المراجع ولذا ينتفعون منهم ولا يبالون بهم يظهرون الولاء لهم علنا لكن إذا ما اشتدت الخطوب فانهم اول المتبرئين من هؤلاء المراجع. اما الديخيون عوام الشيعه فانهم يجعلون دينهم رهينه عند هؤلاء المراجع السفله الانذال والمراجع السفله الانذال يستغلونهم تمام الاستغلال وبالتالي فان الديخيين ما عندهم من دين يكون لأجل تحقيق دنيا هؤلاء المراجع وهم لا ينتفعون شيئا لا لدنياهم ولا لدينهم وأعتقد أن الحالة هذه هي الحالة الأسوأ المراجع دينهم دين الشياطين فيجعلون منظومة المرجعية بديلا عن الدين ويستغلون الديخيين من اتباعهم الحمير وهؤلاء يقدمون دينهم وسيله وهم يعتقدون انهم يقومون بافضل عمل ديني يقدمون دينهم وسيله لتحقيق دنيا الاخرين من دون ان يصل اليهم اي نفع لا من النفع الدنيوي ولا من النفع الديني اساسا لا دين عندهم هؤلاء دينهم دين مزيف ولذا فان امامنا الصادق في روايه التقليد وهو يتحدث عن اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى من انهم ضلوا واضلوا الشيعه يمنعونهم عن قصد الحق المصيب يحولون فيما بينهم وبين الوصول الى امام زمانهم هذه كلمات ائمتنا ما هي كلماتي الدين الذي تريد المؤسسه الدينيه في الاعم الاغلب ان تنشره بين اتباعها وهذا الامر ليس خاصا بمراجع الشيعه وانما هذا الامر موجود عند الفرق الباطنيه من امثال النصيريين واشباههم من امثال الدروس والبهره وسائر المجموعات الاسماعيليه وكذلك الصوفيون مشايخ الطريقه يحاولون ان يجعلوا الدين بهذا التعبير يجعلون الدين علاقه مع الله عبر رجال الدين الدين علاقه مع الله عبر رجال الدين ويقفزون على الانبياء والاوصياء يضعون اسماءهم لي خداع جماهير الناس وإلا فإن حقيقة الدين عند الصوفيين وعند البهرة وعند الإسماعيليين وعند النصيريين وعند الدروز وعند سائر الفرق الأخرى وعند مراجع النجف وكربلاء الدين علاقة مع الله عبر رجال الدين وهذا هو الحال نفسه في الفاتيكان عند رجال الدين المسيحي وحتى في الديانات الاخرى لكننا نتحدث الان في اجوائنا يكون الدين حينئذ علاقه مع الله عبر رجال الدين وهذا اخطر دين واضل دين لان عوام الناس تخدع به وهكذا خدعت الشيعه هذه انواع العلاقات التي نراها واضحه في الناس وهم يبنون علاقتهم مع الله يبنون علاقتهم مع الدين رفضا او قبولا واذعانا على اختلاف المستويات اما الباحثون عن الدين الصحيح في واقعنا الاسلامي فان الباحثين عن الدين الصحيح يبحثون في الاتجاه غير الصحيح الذين تحولوا من التسنن الى التشيع هم لم يتحولوا الى دين العتره الطاهره وانما انتقلوا من المذهب المالكي مثلا من المذهب الحنفي مثلا إلى المذهب الطوسي من مذهب عباسي إلى مذهب عباسي آخر لم ينتقلوا إلى دين العترة صحيح أنهم بحثوا ودخلوا من بوابة حديث الثقلين لكنهم لم يكونوا على اطلاع على الفقه الصحيح لحديث الثقلين حديث الثقلين محرف لفظيا ومعنويا وقد مر كل هذا علينا فهم جاءوا من دين محرف عبر بوابة محرفة الى مذهب محرف ولذا فان الذين انتقلوا من التسنن الى التشيع لم ينتقلوا الى دين جديد الى دين صحيح لم ينتقلوا الى دين محمد الذي هو دين العتره صلى الله على رسول الله وعلى عترته الطاهره انتقلوا من مذهب عباسي وسخ الى مذهب عباسي اوسخ سقيفه بني طوسي العنوا من سقيفه بني ساعد سقيفه بني طوسي أنجس من سقيفة بني ساعد سقيفة بني طوسي أشد عداء على العترة الطاهرة من سقيفة بني ساعد هذا هو الذي تحقق على أرض الواقع هناك من يدعي من أنه يبحث عن دين الحجة ابن الحسن انهم يبحثون عن دين الحجه ابن الحسن بحسب اهوائهم هذه الفرق والمجموعات على اختلاف اشكالها يبحثون معتمدين على جهلهم هم اساسا لا يعرفون منهج البحث عن الدين بحسب ثقافه العتره الطاهره فهم يبحثون بحسب جهلهم وبحسب اهوائهم بعيدا عن حقائق العقل السليم وبعيدا عن حقائق القران الكريم بتفسير علي وال علي وبعيدا عن منهج المعاريض الذي وضعه لنا ائمتنا في فهم حديثهم وكثيرون هؤلاء يبحثون عن دين امام زمانهم ولكنهم يبحثون عن دين امام زمانهم بجهلهم وبحسب اهوائهم. المشكله عويصه عويصه لان ما بني على فاسد سيكون فاسدا وهذه مشكله الدين. الدين في اصله حل وما هو بمشكله ولكن اين هو هذا الدين الذي يكون حلا ليس بايدينا الدين تعرض الى تحريف هائل ولذا فان البحث عن الدين الصحيح يحتاج منا ان نعرف الطريقه الصحيحه في الوصول الى الدين الصحيح حديث الثقلين بوابه علينا ان نعرف حديث الثقلين من دون تحريف من دون تحريف لفظي ومن دون تحريف معنوي قطعا التحريف المعنوي اخطر من التحريف اللفظي تريليونات المرات ولذا مشكله الطوسيين في تحريفهم المعنوي لحديث الثقلين الحكايه معقده لكنني الخص الطريقه للباحثين عن دين العتره الطاهره واقولها لكم والامر راجع اليكم أولاً عليكم بالبيعتين إنها بيعة الغدير وبيعة قائم آل محمد بيعة إمام زماننا عليكم بالبيعتين وعليكم بالبراءة من السقيفتين اللعينتين من سقيفة بني ساعدة ومن سقيفة بني طوسي وحذاري حذاري من اصحاب العمائم، ولا بد ان تعرفوا من ان قاعدته ان الصواب في خلاف اعداء العترة، تنطبق بنحو اقوى واقوى واقوى على مراجع النجف وكربلاء من ان تنطبق. على علماء الازهر وعلماء الوهابيه في السعوديه وغيرها هذه القاعده قاعده ان الصواب في خلافهم تنطبق انطباقا حقيقيا وبنحو قوي جدا على مراجع النجف وكربلاء خصوصا فيما يرتبط بالعقائد وما يرتبط بتفسير القران وما يرتبط بالفكر والثقافه الدينيه وما يرتبط بقراءه التاريخ وما يرتبط بمعرفه الواقع وما يرتبط بدائره الولايه والبراءه وما يرتبط بشكل خاص بمعرفه امام زماننا ومعرفه شؤون الغيبه والظهور وما يرتبط ايضا باحكام الدين والفتاوى بنسبة كبيرة جداً, جدا 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 جدا. فإن الصواب في خلاف هؤلاء الكذابين السفلة هؤلاء كذابون ومحرّفون. أعتقد أن الصورة صارت واضحة كاملة وبهذا يكتمل الحديث فيما يرتبط بحديث الثقلين. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى كي اكمل الحديث معكم فيما يرتبط ببقيه الحديث في الشق الاول من شقي الجريمه المزدوجه انها جريمه المذهب الطوسي بحق دين العتره الطاهره أقول لإخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعنة ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله